بفتوى شرعية وفق ما نفهم من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نوجب على كل مسلم من داخل لبنان ومن خارج لبنان، نوجب عليه بفتوى الشرعية اللي عليها إجماع قديم وحديث، إذا استنصرنا الضعفاء والمسلمون في أي مكان يحتاجون لمن يدافع عنهم أن نلبي النداء، نوجب وجوب شرعي على كل مسلم يستطيع الوصول إلى أهلنا وإخواننا في سوريا أن يدخل إلى سوريا للدفاع عن أهلها ومساجدها ومقاماتها الدينية، لا سيما في القصير وفي حمص، وجوبا شرعيا على كل مستطيع.